السماء سويدية وصوت الأذان ينتشر في أجوائها. إنه الحدث الذي تجمع الآلاف من مسلمي ستوكهولم للمشاركة فيه. المساجد منتشرة في سويدو بكثرة، إلا أن هذا الجامع في ناحية بودكيركا في ضواحي ستوكهولم دخل التاريخ بالنسبة للمسلمين في السويد، فهو أول جامع يسمح له برفع أذانه بمكبرات الصوت. بدأ الأمر عندما تلقينا طلبات من رواد المسجد وأعدادهم تتجاوز 3000 شخص. قدمنا الطلب للمجلس المحلي الذي رفعه إلى الشرطة وقد حصلنا على الموافقة. الموافقة تبقى مشروطة. السلطات المعنية طالبت بوضع مكبرات الصوت في الشرفة الخلفية للمئذنة على ألا تزيد شدة الصوت الصادر منها على 60 ديسيبل، وأن لا يتجاوز زمن الأذان 5 دقائق. والشرط الأهم هو حصر الأذان العلني بأيام الجمعة وصلاة الجمعة فقط، شروط لم تفسد للحدث بهجته في النفوس. إنه شعور رائع، شعور يغمرك بمجرد سماعك لصوت الأذان. إنه كصوت الأجراس بالنسبة للمسيحيين، ونحن عندما نسمع صوت الأذان نشعر بشيء يحركنا من الداخل. أكثر من 15% من سكان السويد هم من المهاجرين، ويعترف القانون هنا بالإسلام ديانة رسمية. ومع ذلك أول مسجد شيد في السويد في العام 2000. قصة مسجد بودكيركا أضاف فصلاً جديداً إلى فصول قصة التعايش السويدية، يأمل الكثيرون أن تتسع رقعتها.